الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. مرحبا بكم في اليوم هذا اللي هو يوم لوبياناتر مونتالي فيزيك، هو يوم الصحة والسلامة النفسية والجسدية للطلبة. اليوم هذا يقع تنظيمه في إطار برنامج هو أشمل وأعم، اللي هو برنامج دعم الجودة، البروجي دابوي على كاليتي دي جي اس يو ديفلوبمون جيستيون استراتيجيك دو لونيفرسيتي دو كيروان. هو في الواقع هذا برنامج لدعم الجودة متمتع به جامعة القيروان كسائر الجامعات التونسية في إطار بطبيعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. البرنامج هو ثري، فيه العديد من الركائز ومن لي دومين على كل ما هو لا غوفيرنونس اي لومبلويابيليتي، على كل ما هو معناتها برامج التكوين، على كل ما هو الطالب المبادر والمبادره وبعث المشاريع، وعلى كل ما هو حياه طلابيه، حياه ثقافيه، جمعياتيه، رياضيه، وصحه وسلامه نفسيه للطلبه. اليوم اخترنا اليوم يعني انتيتولي عنوانه هو لازينيتود، زين افيك ابوستروف. زينيتود هي بعلاقه بالزينيتود اوسي، دونك هي اليوم باش نحكيو على مفهوم لو بيانيت اللي هو الرفاه. الرفاه من عديد مجالات، يعني من المنظور الفلسفي، من المنظور الاجتماعي، من المنظور العلائقي، من المنظور علم النفس، ومن المنظور حتى الطب النفسي. دونك اليوم نحب الحضور، معناها الطالب كان مكثف، الطالب يعني حضور مكثف، لانه الطالب هنا حاشنا باش يكون اكتيف، معناتها ماهوش ايتيديون باسيف كيما متعودين انه يجي ياخذ المعلومه ويكتبها على ورقه وبعد يمشي. دونك لهنا احنا باش نخدموا على يعني تفعيل دور الطالب في مجال البيانيتر الاحساس بالرفاه. دونك فما اليوم زاده ورشات باش تعمل، ورشات عندها علاقه بعلم النفس، بمثلا معناتها لو ستريس، يعني الحالات اللي تعرض لها الطالب اون جينيرال، هي اكثر حالات يعرض لها الطالب هما حالات ستريس، كيفاش يتعامل معاهم، كيفاش اليوم باش يتعلم الطالب وباش يكون اكتيف اوسي. وفما زاده يوغا دي زيكزيرسيس دي اتيليي سو فورم دي زيكزيرسيس مونتو. لوبجيكتيف برينسيبال كيما قلنا هو انه تدخل ثقافه البيانات، خاطر توا ما عادش احنا في 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 فكل الكونسيبسيون الكلاسيك. احنا اليوم نخدموا على لومان اي تريز امبورطون، نخدموا على الانسان وقت اللي يعرف الطالب لي ليميت نتاعو نفسانيا وجسديا وعقليا، ويعرف لي كومبيتونس نتاعو، معناها المهارات نتاعو، ويعرف كيفاش يوظفها وكيفاش يستعملها. هنا ينجم اي كري son propre bien-être. انا جو سويز انفيتي معناها كلموني بويسك ياسر اتيرون التيم اللي هو السايكولوجيكال ويل بينغ، التيم اللي اتيرون على الاخر، خاطر تعرفوا البسيكولوجي معناها حاجه ياسر مهمه، دونك كاتيديون كانسينيون كحاجه تربويه معناها حاجه فوندامونتال على الاخر. دونك لهنا جي روسو البارتيسيباسيون تاعي باش نجي نحاول نعطي الفيزيون تاعي على التيم هذايا شنو بالضبط، ونشوف شنو هو ينجموا معناها يعطيونا بالضبط معناها للحاجه هذيك. اول حاجة سيرتيفيي معناها، وكل ثاني حاجة نحاولوا نبثوا معناها، خاطر مازلنا نعرفوا انه النوسيون تاع لو بيانيتر بسيكولوجيك مازال مؤخر شوية. التجربة هذه لازمها معناها تتعمم، ونحاولوا ننشروها باش تولي ثقافة معناها. جيت اليوم في إطار اليوم التحسيسي للطلبة، والموضوع هو الرفاه بصفة عامة، اللي يشمل كل الإطار التعليمي العالي في الجامعة، جامعة القيروان، وبالخصوص نركزوا على الطلبة. طبيعي هو محور من المحاور الهامة والمهمة جدا، وللأسف نفتقدها في الجامعة التونسية، خاصة وأن الجامعات الأجنبية خطط أشواط كبيرة ومتميزة في هذا المجال. دونك نحن في إطار هذا المشروع اللي هو مشروع الجودة التعليم العالي، سنسعى انطلاقا وبالارتكاز على هذا المشروع من العمل على الرفاه، على تحسين جودة التعليم العالي. ونبين تحسين جودة التعليم العالي من بين الركائز والنقاط المهمة هي الرفاه بالنسبة للطالب، بالنسبة للإطار التعليمي، بالنسبة للإطار الإداري ككل.
الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.